بس في نفس الوقت هو لازم لازم الشرط ان صلاح وقتها هو اللي يبقى عايز لان هو ليفربول غني جدا ما بقاش محتاج ان هو يبيع. طب هسال سؤال ما تعتبرهوش سؤال ساذج بس يعني هل هم الناس بتفكر بالشكل ده ولا لا؟ يعني محمد صلاح له تصريحات قالها هنا في مصر ان هو بيحب برشلونه ما بيحبش ريال مدريد. ما بحبش ريال مدريد. الناس كلها بتنبش وبتدور ومصر مفتوحه على العالم. هل وارد في وقت من الاوقات ده يكون سبب يعطل صفقه زي دي؟ انيستا ليه تصريحات بيقول فيها انا بشجع ريال مدريد. انيستا هو في اكاديميه برشلونه قبل ما يروح الاكاديميه بيومين. مفيش اي مشكله طبعا في النهايه قصه. ابراهيم الناس دي اكبر من كده بكتير قوي. لا احنا عندنا لعيب رايح في الدوري المصري, عندنا لعيب رايح الزمالك له تصريحات وهو عنده 7 سنين بيقول فيها ان هو بيحب الاهلي مش هيروح الزمالك. عندنا لعيب لو هو العكس بالعكس رايح النادي الاهلي وله تصريحات بيقول انا بحب فيها الزمالك وربنا ما هيروح. بص يا ابراهيم الاجابه وحملات وسوشيال ميديا وبتاع ومش عارف ايه وتهديد وتشكيك وبتاع. فعشان كده انا بسال بس يعني هل ده يحصل بره يبصوا لحاجه زي كده يعطلوا له صفقه تترجم الحاجات اللي شبه كده؟ الاجابه انا جايب لعيب محترف ولا مش لعيب محترف؟ طبعا بس طالما هو محترف قدامي واحد من اعظم واهم 3 لعيبه في العالم محمد صلاح. حلو, طالما هو لعيب محترف قدامي خلاص يشجع بقى برشلونه حتى لو نازلين نلعب برشلونه. هو بيحبهم لكن هو هيتخاذل في عمله كمحترف, هيتخاذل في عمله مثلا. هو لا هو لويس انريكي ده يعتبر ايه النقطه اللي بس عايز اقولها يا عز؟ ريال مدريد بس يعني النقطه المهمه اللي عاوز اقولها يا عز, لو انت فاكر وعماره كمان بقى يفكرك انه بيشجع تشيلسي. محمد صلاح لما كان في بازل اول نادي فوضه وكان قريب منه جدا ليفربول, وفي الاخر دخل تشيلسي. مورينيو لعب في دماغه هتلعب في تشيلسي هتعيش في لندن مدربك هيبقى لا ده هي رساله مورينيو لما كان مورينيو هيبقى مورينيو بيقول لك لقيته بيكلمني ف بالظبط ايام بقى ما كان عشان كده بقول لك برضه لما تلاقي مورينيو لسه اقول لك لما تلاقي مورينيو والله جريزمان كانسل عليه عمل اعلان كانسل عليه فعلا جريزمان قبل ما يروح مانشستر قبل ما يروح برشلونه وهو في اتلتيكو عمل اعلان مكالمه على تليفون جوزيك عمل كانسل فده كان التجديد شوف ازاي فتحولت على طول راح على تشيلسي. طيب لما راح روما بعد تشيلسي وتالق طبعا هو ما راحش روما على طول يعني قصدي راح فيورنتينا وبعد كده روما وبعدين قرر يرجع على الدوري الانجليزي. اداره ليفربول وجماهير ليفربول قال لك لا ده احنا كنا فوضناه من حوالي 3-4 سنين وبعنا فاحنا مش هنع لا فاللي بعنا خسر بلعنا مش جاي انت هتهزر لا بكلمك بجد والله ما يعني ما على نفس اللي بعنا خسر دلعنا يلا مش عايزين مثلا قال لك لا ما فيش حاجه هيفيد الفريق ولا مش هيفيد الفريق. انا بسالك الاداره بتناقش كده مع الامور الفنيه هيفيد الفريق ولا مش هيفيد الفريق روح هاته مفيش حاجه اسمها اصل هو طنشنا من 3-4 سنين فاحنا هنعاقبه. انت بتعاقب نفسك انت مش بتعاقبه. بس هي طيب. نقطه مهمه اتفضل. هو صلاح ليه نجح في ليفربول؟ لان صلاح رايح على مشروع لايق قوي عليه. ما احترامي يعني. يا عز هو طيب. صلاح نجح في ليفربول عشان مدربه يورجن كلوب. ما هو انا قصدي كده سيف. طيب ما هي دي ما هي. صلاح ما هتزعل هتزعله هو مني ايه مع بس ماشي انا قصدي يورجن كلوب انا ممكن اسالك سؤال انا ممكن اسالك سؤال صح الفكره هو محمد صلاح مش في المقاولين بازل تشيلسي فيورنتينا روما رجع ليفربول اشمعنى بعد المشوار ده كله امتى اخذ هداف دوري امتى اخذ احسن لاعب في الدوري امتى ترشح لجائزه احسن لاعب في افريقيا امتى شال التروفي بتاعه الشامبيونز ليج امتى مختلفين الراجل بيقول لك هو امتى صلاح بقى مكانه اجوال هو كان لعيب لايق على مشروع بتاع ليفربول. ايه المشروع بقى كان بتاع ليفربول ومدربه هو المشروع ما هو المشروع يورجن كلوب ما هو ممكن انت تجيب واحد عندك مشروع بس جبت واحد يشرف لك غلط على المشروع. معلش انا لو انا فاهم صح عز انا لو انا فاهم صح المشروع ده ما بيبقاش قايم على لعيب واحد ايوه طبعا لسه هقول على مجموعه من العناصر. ما هو ده اللي انا هقوله يا جماعه هو مين اللي محمد صلاح معلش ثانيه واحده بس خلينا نكمل الفكره دي. محمد صلاح عمره ما هيبقى بالكواليتي ده الا علشان معاه مجموعه من اللاعبين. طبعا المدير الفني ده على راس الموضوع يورجن كلوب وطريقته اللي بيتعامل بيها مع كل اللعيبه مكسباه. فكره انه صلاح بياخد اريحيه انه ما بيرجعش يدافع علشان هو معاه لعيبه جامده ناحيه اليمين ما هي دي بقى سواء زي ترينت الكسندر يورجن كلوب انا بس الفكره دي واصله لك ايوه ابراهيم هو ما عندوش ذكاء مدرب هو مش لعيب جامد وسط المشروع ده مش حلو قوي انا عاوز اقول لك هو صلاح مين اللي بيترشح على جائزه احسن لاعب في افريقيا صلاح وماني مين مدربهم شكرا صلاح مين مدربهم ايوه اوباميانج كسب امتى احسن لاعب في افريقيا لما كان مين مدربه ها اقول لك شينجي كاجاوا
كسب احسن لاعب في اسيا. احنا مش متخيلين مين لما كان مدربه اصلا. انا بتكلم هو مش شايف قدامه يورجن كلوب. ما اعرفش انا ماما المانيا يا خلي بالك هو مش يورجن كلوب بس يا جماعه، هو ربنا يكتر من امثال يورجن كلوب، دييجو سيميوني، بوتشيتينو، الناس اللي بتشتغل، الناس يا جماعه. ما هو الفرق يا عز، ده واحد بيشتغل يا جماعه، هو ده واحد جه دوري انجليزي اول موسم ليه هداف احسن لاعب. تتكلموا في ايه؟ عايز ايه؟ عايز اقول بقى ولا عايز اتفضل؟ قول قول. ثانيه واحده، ثانيه والله ابدا، والله ما تخلي في نفسك حاجه. عايز ايه؟ قول والله. خلاص ها خلاص كده تمام 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 صح. في نفسك حاجه من جوه؟ في حاجه لما جه يورجن كلوب النادي، لما تلاقي حد سيبه جواه مشاعر وجواه سيبه قول. عمل كده معايا النهارده في الراديو، هيجي عليه وقت، هيجي عليه وقت، هيخلص. هيروح فين يعني؟ هيروح فين؟ لما جه يورجن كلوب النادي كان المشروع بتاعه هارد بريسنج. انا عايز اضغط بالظبط، فانا محتاج مين؟ محتاج اللعيبه اللي عندهم السرعه اللي تنقلهم من الوينج للعمق بسرعه كبيره جدا عشان اعمل هارد بريسنج على الخصم بتاعي. صحيح. فانا بتكلم في ان هو لما فكر اختار صلاح، لانه صلاح بالنسبه له هو انسب حد للدور ده مع ساديو ماني، والاثنين دول لما يعملوا الدور ده مع فيرمينو اللي يقدر يحولهم لمهاجمين، هل صلاح يقدر يتحول لمهاجم ولا لا؟ صحيح. فانت بتتكلم في ان المدرب عنده شايف كويس، شايف كويس وعنده المشروع اللي لايق عليه محمد صلاح. طب ما انا عايز اقول يا عز من المدرب يا سيدي، وربنا ما اختلفش والله العظيم. هو امتى وانت ليه متخيل ان احنا بنقول اي حاجه سلبيه على كلوب؟ احنا بنقولش. لا لا، ما انا فاهم، انا فاهم. اصل الناس برضو دايما بتقول لك ايه، ما هو كان نجم في روما يا جماعه. ما هو لو ما كانش نجم في روما، بس التطور بتاعه جه عشان النقطه دي اللي انا عايز اروح له بدنيا يا جماعه. ايوه يا جماعه، بس خدوا بالكم برضو احنا مش مختلفين على حاجه، عضلاته ورجله اصلا. ما اعرفش يعني. هو فاكر ان انا بنتقد كلوب ليه؟ لا مش انا عارف، انا بشيد بكلوب. هو ما فيش حد اصلا عاقل في الدنيا ينتقد كلوب. طيب خلاص، ده مبدئيا يعني. لا اله الا الله. اللي انا قصدي عليه ان صلاح اللي عايز بص عشان ننسى كلوب بقى خلاص. نخلص غير. طب غير آه. بقول لك ايه، ليفربول وهو بيلعب النهارده جاي اقول اشعار في وهو بيلعب مانشستر. جوارديولا قال عليه من كام حلقه ده ما ينفعش ياخد كده لقب مدرب. والله العظيم بص يا ابراهيم، عشان دايما بقولها في الحلقات، اتفضل رايي في الكوره ده تحطه في بيتكم قبل ما تيجي هنا. برافو عليك. صح، ما فيهاش. انت عارف انت فعلا بتتكلم عن بايرن، بتحط ده في بيتكم وبتيجي فعلا. صح بالظبط كده، بس هو عنده واحد تاني. طب اقول لك بقى، طب ايه رايك ان انا جايب فضايح النهارده البايرن عشان تعرف بس ظالمني؟ الجمله اللي انا كنت عايز اوصل لها ومش عارف اوصل لها، اتفضل. ان انا لما يروح لمشروع تاني، لما يجي يختار نادي تاني، لازم يكون رايح على المشروع اللي هيخليه يكمل التطور بتاعه. النهارده صلاح خد الخطوه من انه راجل من اللعيبه النجوم اللي في الفرقه لانه صحيح. يبقى الافيش. ايوه برافو عليك، برافو عليك. وبالتالي لما يجي يختار النادي الخطوه الجايه او يختار الخطوه الجايه، لازم يبقى واخد في اعتباره حاجتين مهمين. ان ليفربول اولا ما بقاش نادي صغير، وده اكبر انجاز ليورجن كلوب. برافو عليك. اكبر انجاز ايه ليورجن كلوب؟ مش انه كسب الدوري، انه ليفربول وجمهوره مش هيستنوا 30 سنه تانيين عشان يكسبوا الدوري الجاي. صحيح. ليورجن كلوب خلاص بقى مع القمه، خلاص بقى مع القمه. ويورجن كلوب مش بس كسب الدوري ده، كسب الدوري ودوري ابطال اوروبا، وراح النهائي قبلها السنه اللي قبلها. فانت بتتكلم في ان ده ونهائي اليوروبا ليج. ده بتتكلم في مشروع مش هينتهي. ناهيك انه ما دي كماله كده ولا كده وصيف يعني وصيف دوري السنه اللي فاتت. فانا بتكلم في ان انت مش محتاج تمشي على نقطه، انت محتاج انك لما تتحرك تسال انا دوري ايه في المشروع الجاي، مدربي مين في المشروع الجاي، تفاصيل الشغل بتاعي هيبقى عامل ازاي. لو انا حسيت ان ده اللي هينقلني لذا بيست رقم واحد، اخد الخطوه. لو لا، على فكره انا ممكن اخد ذا بيست مع ليفربول.